أهلا بكم. أعلن رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات عيدروس الزبيدي التعبئة العسكرية العامة لتحرير وادي حضرموت مما أسماه الإرهاب والاحتلال، وكذلك باقي المناطق الأخرى في شبوة وأبين. الزبيدي أعلن أيضا في كلمة له في اجتماع لقيادات عسكرية موالية له في العاصمة المؤقتة عدن عن تشكيل غرفة عمليات موحدة بكافة القطاعات العسكرية والأمنية وتأسيس محاور قتالية وعملياتية وتوحيد القيادة والسيطرة، خطوة جديدة يصعد فيها الانتقال ضد الحكومة هذه المرة بالحديث الصريح عن تأسيس قوات عسكرية لمواجهة قوات الجيش في حضرموت، وسط صمت من قبل الحكومة والرياض، صمت يعيد للأذهان أحداث انقلاب 2014 في صنعاء. فهل ستشهد الأيام المقبلة تصعيداً عسكرياً جديداً من قبل القوات المدعومة من الإمارات ضد الحكومة الشرعية؟ وما موقف الشرعية من هذا التحشيد والتحريض ضد مؤسساتها العسكرية؟ يواصل إكمال مهمته بإشعال الحرائق فيما بقي من المحافظات خارج جغرافيا الفوضى. فبعد أن مكنته الإمارات من إرسال قوة من الحزام الأمني إلى سقطرى، ها هو اليوم يطرق أبواب سيئون آخر مراكز الشرعية في المحافظات الجنوبية. المجلس الانتقالي الذي بات أداة للإمارات وعصا غليظة في إطار حربها ضد الشرعية أعلن التعبئة العسكرية العامة ضد قوات الجيش في وادي حضرموت. تصريحات الزبيدي التي جاءت في اجتماع مع قيادات مجلسه تشير بوضوح إلى أننا مقبلون على جولة جديدة من المواجهات مع الحكومة، وتعد هذه التصريحات أول موقف معلن للانتقال بخصوص ملف وادي حضرموت بعد عقد جلسة البرلمان التي منعت في عدن والمكلا. منذ العام 2011 والمنطقة العسكرية الأولى تتعرض لهجمات إرهابية متواصلة أسفرت عن مقتل العشرات من قادتها وأفرادها الذين يقومون بدور الأجهزة الأمنية الغائبة التي تلاشت في وادي حضرموت. دعوة رئيس الانتقالي المدعوم من الإمارات للتعبئة ضد قوات الجيش في حضرموت أثارت ردود فعل مختلفة لدى الرأي العام، مع ذهاب الكثير للتأكيد على أن مثل هذه التصريحات ليست سوى حديث للاستهلاك الإعلامي أو محاولة إماراتية للضغط على الشرعية، فيما ذهب آخرون إلى أننا إزاء خلاف سعودي إماراتي بدأت تتضح معالمه في عدد من المحافظات. وبعيدا عن كل هذه التحليلات، فإن المهم هو موقف السلطة الشرعية التي بقيت حتى اللحظة تتلقى الضربات دون العمل على إيقاف ما يبدو واضحا أنه بات مشروعا نهائيا لتصفية وجودها. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الإعلامي صلاح بابقي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ صلاح. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ صلاح. تصعيد عسكري جديد من الانتقالي عيدروس الزبيدي كما تابعت يدعو للتعبئة العامة ضد قوات الجيش في وادي حضرموت، كيف تتابع ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهور قناة بلقيس الكرام. يعني هذا التصريح وهذا البيان هو جزء من المشهد العبثي في اليمن حقيقة. يعني رئيس خارج البلاد ولا يستطيع أن يؤمن في العاصمة المؤقتة عدن، وأمير حرب يتحدث عن تحرير أرض يمنية ليس فيها أي مجموعة يعني محتلة، وإنما يريد أن يحررها من الجيش الوطني. فكيف يمكن قراءة مثل هذا الحدث أو الخبر إلا بأنه جزء من مشهد عبثي يراد إنتاجه في اليمن من أجل إظهار صورة من الفوضى في البلاد بشكل عام؟ نعم، ألا تجد أن التاريخ يعيد نفسه؟ ولن نتحدث عن تاريخ بعيد وإنما تاريخ قريب جدا. يعني دعوة التعبئة العامة هذه تذكرنا تماما بدعوة التعبئة التي أعلنها عبد الملك الحوثي في 2014. صمت هذه هو ذاته الصمت السابق والصمت الآن. لماذا برأيك؟ لماذا يعني لا يكون هذه الميليشيات كلها شمالا وجنوبا تتغذى على ضعف الشرعية اليمنية. هذا الضعف هو الذي يجعل الجميع يتجرأ في قضم أراضي الجمهورية اليمنية، ويجعل الفاسدين أيضا يتجرؤون على أكل المال الحرام في اليمن، ويجعل سفراء أو دبلوماسيين يعني يعبثون في عدم رعاية اليمنيين في خارج اليمن. دائما مشكلتنا في اليمن ضعف الشرعية، لكن مشكلتنا الآن أكثر في تحالف عربي يزعم أنه يريد حماية الشرعية، بينما هو الآن يتغاضى عن أطراف تريد العبث في اليمن.
إذا برأيك ما هي دلالة التوقيت لمثل هذه الدعوات؟ هل تود أبو ظبي مثلا لديها تخطيط معين للإطاحة بالشرعية والدولة في اليمن؟ يعني هي عمليات مجلس عيدروس متكررة منذ إنشاء هذا المجلس ومنذ إقالته من محافظة عدن وهاني بن بريك من الوزارة، فدائما هم يقومون بمثل هذه التحركات، لكن أحيانا بعض التصرفات أو بعض الأدوار التي يقومون بها يسعون لتحشيد الشارع، لأنهم عبارة عن أداة لتحشيد الناس ضد الحكومة الشرعية. الآن نحن مقبلون على ذكرى الوحدة اليمنية، وكيف سوف يتم تحشيد الناس إلا بعبارات من قبيل طرد الجيش اليمني من حضرموت ونحو ذلك. فهو من هذه الناحية يريد استعادة زخم شعبي لشعبيته، وإن كان في حضرموت لا يوجد له هذا الدعم داخل حضرموت. هم لما زاروا حضرموت في فترة مؤخرا في فبراير تقريبا، يعني لم يكن لهم ذاك الترحيب الذي كانوا يجدونه في مناطق مختلفة، فهم الآن يريدون دغدغة المشاعر الحضرمية، إلا أن يعني الحضارم اتفقوا وتوافقوا خلال مؤتمر حضرموت الجامع ونحوه على رفض هذه المشاريع العبثية. نعم، خاصة لو أتينا بوضع مقارنة أستاذ صلاح، يعني ما الذي يحدث في عدن؟ هل يريدون للمشهد في حضرموت أن يتكرر؟ الانفلات الأمني، الدولة لا تستطيع محاسبة أحد، هل المسؤول الحزام الأمني أم الحكومة الشرعية؟ من الذي بيده الصلاحية؟ فأعتقد أن يعني الحضارم كما تفضلت يعني حريصون على يعني محافظتهم السالمة والمسالمة أيضا منذ يعني حضرموت عانت قبل الوحدة وتعاني بعد الوحدة في زمن علي عبد الله صالح، والآن هي لا تريد الانسياق مع مثل هذه المشاريع الفوضوية والتي لا تملك رؤية وإنما تنفذ أجندات خارجية. الحضارم يريدون مصلحة إقليمهم من خلال مخرجات الحوار الوطني التي توافق عليها اليمنيون، وأن يكون لحضرموت تعامل خاص يدير أبناء حضرموت إقليمهم بشكل منفرد. حينما يأتي الآن عيدروس الزبيدي ليتحدث أنه سوف يحرر حضرموت من جيش وطني، هذا التصريح حقيقة عند الحضارم يذكرهم بماضي تعيس يعني. فلذلك لا يمكن للحضارم أن يغتروا بمثل هذه التصريحات، وإن كان يعني إذن على ماذا يعني ما هو الحامل لديه؟ على ماذا يتكئ بهذه التصريحات والتعبئة العامة وحديث يعني وكأنه يعني حين يكون وظيفته تنفيذ أجندات خارجية من أجل مضايقة الشرعية وتصويرها أمام العالم بأنها عاجزة، فإنه سوف يتصرف أي تصرف غير منطقي. يعني عندك نقطة الآن حين يقول أدعو إلى تشكيل غرفة عمليات واحدة لتوحيد الأجهزة الأمنية ومقابل الحوثيين أو نحوهم، يعني على من يضحك عيدروس الزبيدي؟ يعني هل الفوضوي يحاضر عن التنظيم؟ هل الفاشل يحاضر عن النجاح؟ أنت أصلاً تشكيل عسكري مسلح خارج إطار الشرعية، ودائماً الحكومة الشرعية وكل المشفقون على المشهد في اليمن يطالبون بأن تنضم هذه التشكيلات إلى كيان الجيش اليمني، فهو لا يتكلم بشكل منطقي حتى نقول يعني على أي شيء يستند. هو أصلاً يتغذى على هذه الفوضى ويريد لهذا المشهد العبثي أن يستمر، لأن استمراره فيه استمرار لكيان عيدروس وغيره. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ صلاح أن ينضم معنا الإعلامي أيضا من كندا عبر سكايب أكرم القعيطي. مساء الخير أستاذ أكرم. أهلا وسهلا. أهلا بك. إذا بداية، كيف تابعت تصريحات عيدروس الزبيدي حول التعبئة العامة والتحريض ضد مؤسسات الجيش والدولة؟ بداية نقول السلام عليكم ورحمة الله، ورمضان مبارك علينا وعليكم. دعوة الزبيدي للتعبئة العامة حقيقة ومواجهة قوات الشرعية في حضرموت هي دعوة فقط لكي يعني أن يبقى في الصورة وأن يبقى في المشهد، لأنه تعرفون عندما ينتهي دور بعض من يعني يكون أداة للغير يريد أن يكون في المشهد وأن يكون في الصورة، لذلك هو يريد أن يخلق أحداث جديدة، يريد أن يشغل الناس المساكين في الجنوب بأحداث جديدة لكي يبقى في المشهد وفي الصورة لا أقل ولا أكثر. نعم، هل تعتقد أنها خطوة ذاتية أم أنه ضوء أخضر إماراتي؟
هو يعني بالحقيقة هو ضوء أخضر إماراتي بالأصح إن صح التعبير، لأن الإمارات تريد أدواتها في الجنوب بكل صراحة، نتحدث بكل شفافية أنها تريد إرباك المشهد، تريد إرباك الشرعية، وتريد إرباك شرعية الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي لأسباب كثيرة، لكي تنفرد بالسيطرة على موانئ الجنوب، على جزر الجنوب، على ثروات الجنوب، على النفط والغاز والذهب في الجنوب، وهذه لكي تكون وصية على الجنوب. نعم، ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ صلاح يوجد أنها يعني مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي لا أقل ولا أكثر، ف يعني لا يوجد بيد عيدروس الزبيدي شيء حتى يتحدث بمثل هذه التصريحات، ما رأيك؟ إذا قلنا، إذا أتينا إذا إلى ما يوجد تحت يد عيدروس الزبيدي ولا وما لم يوجد، هو يوجد تحت يده قوة بالطبع، وهو مدعوم إماراتيا، وليس يعني أنه لا يستطيع أن يعمل شيء، لكنه إذا استمر في هذه الدعوات للتحريض إلى القتال، للتحريض إلى الحروب، لتفجير الأزمات والصراعات، فإن هذا سيؤدي إلى اشتعال المناطق المحررة، يؤدي إلى إدخالنا إلى دوامة في الصراع، يعني لن يستفيد منها إلا الحوثيين، ولن يستفيد منها إلا الإنقلابيين، لأنه في هذا الوقت كان يجب ومن المفروض أن يتم الدعوة للتعبئة العامة إلى الجبهات المشتعلة حاليا في يافا، في الضالع، في كرش، في الصبيحة، في ثرة، يعني وأن يكفوا عن هذه التحريضات للحروب، أن يتجهوا، كان المفروض أن يتجهوا، يعني أن يناقشوا إعمار عدن، إعمار الجنوب، إعمار المحافظات الجنوبية، لم يتطرقوا إلى أي شيء من هذا، إلى الخدمات، خدمات الكهرباء، خدمات نعم، المياه، إلى صرف الرواتب للمواطنين، يعني نسوا وتناسوا كل هذه المشاكل التي يعاني منها الشعب الجنوبي، ويعاني منها اليمن بشكل عام، يعاني منها المناطق المحررة بشكل عام، وعدن وحضرموت بشكل خاص، وقفزوا يعني إلى مواقع يعني يستغرب منها الشخص، هذا دليل على أنهم يعني أدوات للغير نعم، بشكل واضح، لأن الحر، الإنسان الحر لا 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 يعمل مثل هذا. نعم، دعني أخذ رأي ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ صلاح حول ما طرحته، تفضل أستاذ. أنا أثني على ما قاله الزميل العزيز، لكن أريد أن أهمش تحت ما قلته أنا، أنه فعلا هم يريدون إثارة حديث إعلامي وكذا، ولكن لا يعني ذلك أنهم قد لا يمارسون أعمالا عدوانية، أو لا يحرضون على الأقل على أعمال عدوانية. الآن تصوير المنطقة العسكرية الأولى من أنها جهة محتلة لحضرموت، هذا فيه تحريض على الجنود، وهؤلاء جنود الجيش اليمني وينتمون لكثير من المحافظات، فهذا التحريض قد يؤثر على سلامة هؤلاء الجنود، وهناك عمليات اغتيال استهدفت عدد من هؤلاء الجنود ربما بسبب هذا التحريض على هؤلاء الجنود. في نقطة أخرى، يعني عيدروس الزبيدي ومن معه قاموا أيضا بعمليات عدوانية ضد رئيس الجمهورية، ضد رئيس الوزراء حين كان في عدن في يناير من عام 2018، يعني هؤلاء عندهم قابلية للعدوان، لكن أنا أضعها تحت دائرة العبث، لأن هذا العبث الذي يقومون به ربما برسالة واتساب يتوقف فلا نعم، يكتمل. عند هذه النقطة كنت أنا سأسألك، نعم. يعني الجميع تابع أحداث يناير وشاهدنا ما حدث، يعني تقدم إلى أن أتاهم الأمر بتوقف وانسحبوا تماما دون قيد أو شرط، هل نتوقع أن يحدث الأمر ذاته؟ يعني في حضرموت إن شاء الله لا يحدث هذا الأمر، لأنه هناك عدد من المعطيات في الأرض تختلف عن الأمور في عدن. في حضرموت هناك حاضنة شعبية ترفضهم بشكل عام، يعني وهناك إدارة محلية في حضرموت أيضا لا تتجاوب معهم، لا محافظ حضرموت يتجاوب معهم، لا وكيل المحافظة في الوادي يتجاوب معهم، الجميع يرفض مشروعهم، لأنهم يعلمون أن هذا المشروع ليس في مصلحة حضرموت، هو سيجعل من حضرموت منطقة يعني ضحية فوضى، كما جعلوا من عدن عاصمة اليمن المؤقتة جعلوا منها قرية،
جعلوا من الوزراء والسفراء لا يستطيعون أن يقيمون فيها وإنما يذهبون لمناطق أخرى، جعلوا من سيئون المدينة الصغيرة تستضيف مجلس النواب بينما عدن المفترض أن تكون محل الزخم اليمني والإقليمي والدولي أصبحت يعني لا يزورها إلا زعماء الميليشيا الذين يسيئون للبلاد ونظامها. نعم، إذن اسمح لي أستاذ صلاح أنت وضيفنا أيضا أستاذ أكرم أن ينضم معنا أيضا عادل الشبحي القيادي في المجلس الانتقالي من عدن. مساء الخير أستاذ عادل. مساكم الله بالنور. أهلا بك، وبداية دعوات عيد الأستاذ الزبيدي للتعبئة العامة لمهاجمة مؤسسات الجيش، ألا تعتبر دعوات لانقلاب عسكري قد يوردكم قانونيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بجميع المشاهدين. لم أستمع للحديث بخصوص هذا الأمر السابق خصوصا من الضيوف، لكني فيما يتعلق بدعوة الرئيس القائد عبد الرؤوف قاسم الزبيدي أنا أعتقد أنها المفترض أن تغضب الحوثيين الذين هاجمهم الرئيس وأعلن التعبئة ضدهم وتشكيل محاور قتالية. على السلطة ويفترض أن تلقى استجابة وإيجابية من قبل الشرعية وكل الوسائل الإعلام التي يفترض أنها تدعم الشرعية. ما أدري، نحن لا نعلم الغضب الذي أظهره الأخوة في الشرعية من هذه الدعوة، وكأنهم لا يريدون لأحد أن يقاتل الحوثيين. هم نيموا جبهاتهم في التي كنا نسمع عن كباب نهم ومعرب وفرواح وتعز وجبهة السوفيتل والقصر الجمهوري التي لم نعد نسمعها منذ أكثر من عام، واليوم نسمع عن جبهة الضارع التي انتصرت، ونبارك لكل المقاتلين وكل القوات الجنوبية التي انتصرت على الحوثيين في الضالع، ضالع الصمود والفخر والعزة. وما لا نعلم سبب الغضب الذي عرفوه هو القائد عبد الرؤوف الزبيدي. ذكر عدة خطوات ميدانية من ضمنها تشكيل المحاور القتالية وتشكيل غرفة عمليات مشتركة عسكرية وأمنية، وهي مطلب للجميع، ومن ضمنها قناة بلقيس كانت تهاجم العمل الأمني في الجنوب عندما يدعو إلى غرفة عمليات مشتركة سواء أمنية أو عسكرية ضد الحوثيين. يفترض أن يستقبلها الجميع بكل ترحاب. بالنسبة للقوات المتواجدة في وادي حضرموت، كانت دعوة الرئيس رئيس المجلس الانتقالي القائد عبد الرؤوف الزبيدي واضحة بأنها ستكون حربنا القادمة ضد الإرهاب. نحن نعلم ونتابع كم عمليات إرهابية وانتحارية تمت في وادي حضرموت، وتم اغتيال كثير من النشطاء والجنود الأمنيين في وادي حضرموت. وأعتقد أن الإرهاب يفترض أن يكون محل محاربته ومحل إجماع كل. نعم، الحديث عن الإرهاب والاحتلال أستاذ عادل، يعني من يقصد به؟ يعني نحن نعلم أن حضرموت ربما هي أكثر المحافظات سلامة حتى الآن، لما يتم الحديث عن وجود تعبئة عامة لهذه المناطق، ألا يفترض يعني كما تفضل مع ضيفي أن يكون الحديث لتعمير عدن للبناء؟ لماذا دائما الحديث عن الحرب هو ما يتقنه القادة هنا وهناك؟ ثم هذه الأمور التي ذكرتها، تشكيل عملية عسكرية وغرفة عملية مشتركة وما إلى ذلك، أليست يعني من اختصاص وزارة الداخلية؟ يا أختي الكريمة، يعني من الأحرى أن يباركوا على الانتصارات التي تحققت في الضالع وتسمى المسميات باسمها. في حضرموت خص فيها الوادي، ونحن إذا كنتم تتابعون، لا نعلم أنتم تابعتم أم لم تتابعوا العمليات الانتحارية التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية، ودائما الإرهاب إذا تواجد في مكان هو احتلال. ليس بالضرورة أن يطلق على الأنوية، وإذا كان في هناك تفاؤل رفض للدور الذي تقوم به القوات العسكرية هناك، فهي لا تختلف عن القوات المتواجدة في معرب، القوات المتواجدة في تعز. حقيقة حزب الإصلاح في الأيام الأخيرة
عمل حفلات من الاحتفالات من اجل تحرير، بعد ان قام بتحرير شارع او شارعين من قوات المقاومه التي هي رفيقه السلاح في مقاومه الحوثيين، واعتبر ذلك انتصارا، كيف لا ونحن نعيش انتصارات في الضالع. بالنسبه لوادي حضرموت، نعم تحدثنا عن الانتصارات استاذ عادل، يعني حتى لا تظن أننا ضد يعني ما يحدث في الضالع. بالأمس كان لدينا يعني الأمس القريب كان لدينا الكثير من الحلقات والأخبار التي تتحدث عن انتصار الضالع ومن الذي حقق هذا الانتصار ومن هي القوات المشتركة التي قامت بذلك. نحن لا نبخس أحد حقه يعني في نهاية الأمر، وهذا هو ما نتحدث عن أن يتم توحيد الجهود يعني لميليشيا الحوثي عوضا عن يعني فتح جبهات جديدة. اسمح لي فقط أن أترك المساحة للأستاذ صلاح للرد على النقاط التي ذكرتها. يعني عدد من النقاط ذكرها الأستاذ عادل، لكن لفتنا لموضوع الرئيس عيدروس، القائد عيدروس، بقي يعني ملك ملوك آسيا ربما مثل ما كان يتغنى القذافي. يعني في الحقيقة نحن نريد برنامج لبناء اليمن، لا نريد إدخاله في الفوضى. الآن هو يتحدث عن الإرهاب ومحاصرة الإرهاب، هل الإرهاب في تهديد المنطقة العسكرية الأولى التابعة للجيش اليمني والدعوة لتحرير حضرموت منها؟ أين الإرهاب في ذلك؟ يعني شلال شائع كان يتحدث أننا قبضنا وألقينا القبض على أكبر خلية إرهابية في العالم، بينما أئمة المساجد لا يأمنون على أنفسهم، بينما المدرسون التربويون الحقوقيون الجميع لا يأمن على نفسه. فهل محاربة الإرهاب في حضرموت سوف يكون على نفس محاربة الإرهاب التي كانت في عدن؟ يعني فاقد الشيء لا يعطي. نحن نريد أن تتركوا حضرموت لأبنائها لما توافقوا عليها، سواء في محافظ حضرموت ووكلائه ومؤتمر حضرموت الجامع، هم من لهم الحق في إدارة بلادهم بالشكل الذي هم يرونه مصلحة لهم. بإمكانكم أن تنظروا إلى الضالع، يعني عيدروس وغيره هم من أبناء الضالع، والحوثيون على تخومها وأتوا إلى حدودها وكادوا أن يدخلوا إلى مركزها، فأليس الأولى والأحرى طرد الحوثيين من تلك المناطق وتحصين الضالع من أن تكون يعني هدفا للحوثيين؟ لماذا تذهب إلى حضرموت ثم تريد أن تذهب إلى سقطرة؟ يعني هناك عبث يعطينا دليل واضح أن القوم يقومون بمهام أجندة خارجية وليست أجندة يمنية ولا حتى جنوبية، ونحن جنوبيون. يعني نعم، إذن أستاذ عادل، يعني استمعت لحديث الأستاذ صلاح، وأيضا هناك من يقول بأن هذه الدعوات تشابه ما حدث في صنعاء من قبل الحوثيين 2014 ويتكرر السيناريو، فلما تسمحون للمحافظات الجنوبية أن تمر بما مر به أو بما مرت به محافظات الشمال؟ كلام ذكر انه لماذا لا تترك حضرموت لابنائها؟ فلماذا بقيت المنطقه العسكريه في وادي حضرموت؟ هل هم من ابناء حضرموت هؤلاء؟ ثم اننا كان الحديث واضح عن الارهاب والتواجد الجماعات الارهابيه، فاذا كانت هذه القوات تحسب على الجماعات الارهابيه فنلتمس غضبهم. نعلم جميعا استاذ عادل ان مصطلح الارهاب مصطلح مطاط، يعني الحوثيون من يقاتلون الا الارهابيين من وجهه نظرهم؟ في نهايه الامر كل من اريد ان اكون ضده ساوصمه بوصم الارهاب واقوم بقتاله. يعني ان نترك هذا المصطلح لتحديد لكل من هب ودب في تحديد من يختلف معه بانه ارهابي، يعني انت تجد ان هذه المنطقه العسكريه لديها ارهاب وهو يجد انهم جيش وطني يتبع للشرعيه. نعم يا اختي تفضل. الان هل وزاره الدفاع الان تقوم بدورها في مأرب وفي تعز؟ هل عليكم القيام بما تقوم به وزارة الدفاع؟ هل عليكم القيام بذلك؟ أنت سألتي قلتي لماذا الدور، أنا لا أسمع الحديث بشكل جيد، لكن سألتم هل هذا المهام هذه من مهام وزارة الدفاع؟ الآن من الذي بقي يحارب الحوثيين؟ من الذي بقي يحارب الحوثيين غير الجنوبيين؟ ممكن الضيوف يستفيدون يذكرون لنا معارك الجيش اليمني او وزاره الدفاع او جهود وزاره الدفاع في محاربه الحوثيين، كم عدد الجنود وكم تكلفه هذه القوات في كل الجبهات؟ عندما
كان المفروض ان يستغلوا الفرصه عندما ضغط الحوثي وجمع كل قواته في اتجاه الضالع. كان المفروض ليس من اجل مناصره الجنوبيين ولكن من اجل مناصره انفسهم وتحقيق الانتصار. يعني لا تنسى مهاجمه حرس الرئاسه استاذ عادل، لا تنسى حينما اتت قوى حرس الرئاسه لدعم الجنوبيين في الضالع قاموا بقتالها وقتل واستشهد من جنودها. يعني دعنا لا نزايد على بعض، الكثير وكل المجتمع اليمني يقاوم الحوثيين وكلهم يشاركون في المقاومه. استاذ عادل بس دعني اسالك استاذ عادل، ما الذي حدث في تعز قبل ايام؟ قبل ايام حدث في تعز مواجهات قامها وحملات سميت بالحملات الامنيه قامها حزب الاصلاح ضد المقاومه التي كانت تقاتل الحوثيين. هؤلاء ليسوا من ابناء تعز جميعهم، انتم لا تذكرون الا ما تريدون ان تفتنوا او تحرضوا بين الناس. هؤلاء اولويه الحمايه الرئاسيه هذول اخواننا وابنائنا واهلنا وجنوبيين مثلنا، ولهم حق في كل ما يحدث في الجنوب، ونحن نعول عليهم في كثير في تحقيق كثير. إذا لنقل استاذ عادل ان الجيش الوطني جيش فاشل ولم يتمكن من تحرير اي شيء، وانتم من قمتم بتحرير الان المناطق في الجنوب، فلما لا يتم الاستمرار بذلك وتتوجهون صوب الضالع والمناطق المتاخمه لها عوضا عن التوجه الى حضرموت؟ لا، احنا نعمل على عده مسارات، مسارات امنيه ومسارات عسكريه. المحور الامني مهم جدا في محاربه القاعده، ونحن وحضراتكم يعلمون كيف تمت محاربه ومكافحه الارهاب في عدن وفي أبين وفي لحج وفي شبوة وفي حضرموت، والآن بسبب تواجد بعض العمليات الإرهابية في واغتيال لكثير من أبنائنا جنود النخبة أو الجنود الذين يقيمون الأمن في حضرموت في وادي حضرموت قيمت عدة عمليات، ومن واجبنا أن نحن ننظر إلى كل العمليات العسكرية والأمنية. يعني تعليق الأخير أستاذ عادل، يعني أنا أستغرب على واجبكم هذا الذي يظهر فقط عند الدم ولا يظهر عند الواجبات المناطة بأي شخص يقول أو يتبنى بأنه هو من سيحكم هذه المنطقة. لا خدمات تقدم لعدن ولا لحضرموت ولا رواتب ولا أي شيء تقدمونها، تنتظرون هذه الخدمات أن تأتي من الشرعية، وحين تأتي مسائل فيها دماء ودفاع وما إلى ذلك تتصدرون المشهد. شكرا جزيلا لك عادل الشبحي، كنت معنا من عدن وأنت عضو أو قيادي في المجلس الانتقالي، كنت معنا عبر الهاتف. نعم أستاذ عادل، نعم أترك لك فرصة، تفضل. أنا من الطبيعي أن الواجب الرواتب والخدمات هي مسؤولية الحكومة الشرعية، لأنها تضع كل الموارد، موارد عدن وحضرموت وشبوة تستلمها هذه الحكومة، والواجب أنها تغطي الرواتب واحتياجات المواطنين التي قصرت فيها كثيرا. لكن تريدوننا أن نترك الناس بلا رواتب وأيضا بلا أمن؟ نحن نجتهد لأننا نتحمل مسؤولية الناس على ضمن قوات تحالف دولي، نعمل بشكل او بمسار يتوازن مع قوات دول التحالف، وهذا الامر يغضب الشرعيه لانها فشلت. بعض المتنطعين المتحدثين باسم الشرعيه فشلوا في كثير من الملفات، ولما او عندما راوا القوات الجنوبيه والمجلس الانتقالي حقق انتصارات سواء امنيه او عسكريه، بالطبع غير مستغرب ان يكون غير مرحب فيه من قبل هذه الاطراف او التيارات السياسيه. نعم، لكن شكرا جزيلا لك استاذ عادل الشبحي، عضو قيادي في المجلس الانتقالي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. اعود اليك اكرم، قد اطلنا عليك المعذره، كيف تعلق على ما استمعت من الاخ عادل الشبحي؟ اعلق على كلام الاخ عادل بعد سؤالك عن لماذا لم تتجهوا الى الضالع، لماذا لم تتجهوا الى الجبهات المشتعله، وهذا المفروض الذي يسمعه يعني اي حر في هذه المواجهات مع الانقلابيين. لكنه اجاب ان عندهم عده مسارات اخرى يعني يتجهون اليها، فاقول بالصراحه انه لا يوجد لهم الا مسار يعني تنفيذ أجندة الخارجية، تثبيت الوصايا الخارجية على الجنوب. المجلس الانتقالي نحن نحترمه ونحترم رجاله، وأغلبهم رجال، بعضهم رجال شرفاء، ولكنه
عند قيام المجلس الانتقالي تم سرقة اسم المقاومة الجنوبية، وهو ما حدث بالأمس. هذا دليل ما حدث بالأمس، واستكمالا لسرقة اسم المقاومة الجنوبية التي حررت عدن في 2015. الذي حرر عدن هو أبناء عدن من كل أطياف عدن، لم يحررها فقط، ولم يكن له وجود أصلا المجلس الانتقالي، لم يكن له وجود على أرض عدن، بل أن بعض من يترأسه الآن قالوا في ذلك الحين أن الحرب لا تعنيهم، أن الحرب لا تعنيهم، ولم نسمع لهم حتى تصريحات إعلامية في ذلك الحين، وكانوا أصدقاء للنظام السابق وأعادوه أيضا بعد أن دخلوا بالسلطة. أقول لك أمر مهم جدا، وهو ما ذكره وتذكرته الآن، ما ذكره القائد المناضل أبو مشعل الكازمي، قال تمنيت أن أكون حاضرا يوم أمس في 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 لقاء واجتماع المقاومة الجنوبية مع عيدروس الزبيدي والدعوة بعد الدعوة التي أطلقها، ولكني تذكرت ما قاله عيدروس الزبيدي بعد أن تم تنصيبه محافظ أن المقاومة الجنوبية انتهت، وأنه لم تبقى إلا سلطة الشرعية، وأنه لم يبقى إلا سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بل أنه وجه سؤالا لأبي مشعل كاظمي يقول له هل ستقف ضد شرعية الرئيس هادي وستقف ضد التحالف؟ فما هذا التناقض العجيب؟ ما هذا التناقض العجيب بين قبل سنتين أو ثلاث سنوات إلى اليوم؟ إلى اليوم بعد أن تم إخراجهم وإبعادهم من الشرعية وإقالتهم، وبعد أن فقدوا مناصبهم اتجهوا ليتمسكوا بأي قشة، يتمسكوا يعني الغارق يتمسك بأي قشة، يتمسكوا بقشة المقاومة الذين بالأمس قالوا أنها انتهت، الذين بالأمس يعني عملوا على تهميشها. أقول لك يا أمر، إذا كان هذا لقاء المقاومة الجنوبية الذي حدث بالأمس، والذي يتحدث بعض الأخوة أنه عندهم مسارات وأنهم يريدوا أن يذهبوا إلى حضرموت وأنهم هكذا، نقول لكم أولا انظروا إلى أنفسكم، المقاومة الجنوبية، أين المقاومة الجنوبية الحقيقية في عدن من هذا الاجتماع الذي عملتموه في عدن؟ أين بسام المحضار؟ أين أبو مشعل الكازمي؟ أين حمدي شكري؟ أين أمجد خالد؟ أين البوكري؟ أين عادل الحالمي؟ أين أبو همام اليافعي؟ أين أبو هارون اليافعي؟ أين سليمان الزامكي؟ أين قاسم الجوهري؟ أين مراد العولقي؟ أين علي الحوثري؟ أين سامح بازرعة؟ أين مازن الجنيدي؟ أين وليد الإدريسي؟ أين أديب العيسي؟ أين عبد الرحمن عسكر وكثير؟ أين العولي؟ أين أحمد كردة؟ أين نادر الحوت؟ أين لبيب العبد؟ أين خالد مشبح؟ أين سالم الحسني؟ أين ثابت جواس؟ أين ياسر العمودي؟ أين محسن السليماني؟ أين عبد الله الصباحي؟ وأنس ملقاط والخضر بن شعوي؟ أين عيدروس السقاف؟ نعم، يعني هناك العديد من الأسماء الشعيبي؟ بطبيعة الحال. أين غسان الشعبي؟ أين ناصر الوليدي؟ كثير، أكثر من 30 اسم ذكرتهم الآن، وهم لم نرى لهم صورة في اجتماع المقاومة الجنوبية الذي يتحدثون باسمها، والذين لماذا؟ لأن هؤلاء القادة وهؤلاء الناس المناضلين الحقيقيين الذين كان على عاتقهم تحرير عدن في 2015 رفضوا الوصاية وأوقفوا الأجندة التي دخلت على عدن، ولم يقبلها إلا بعض من قبل أن يكون أداة للغير، ولذلك هو ينتهج مسار كما يقول البعض مسار الكفيل، ما يرسل له الكفيل به فهو بعده صر عن حضرموت، صر عن عدن، صر عن كذا، فقط يعني لأجل أن يبقى في المشهد كما ذكرت في بداية اللقاء. نعم، إذا اسمح لنا أعود لضيفي هنا في الاستوديو، ما رأيك أستاذ صلاح؟ كنت تود التعليق، خاصة مسألة يعني أولا يعني أن أنبري للحديث باسم جماعة أغلب من يمثلها حقيقة غير موجودين، مسألة أن أتهم من لا يوافقني بأنه إرهابي، وهي مسألة أصبحت سهلة ويمكن إشعال الحرب لأجلها. يعني حقيقة دائما خطابات أنصار مجلس عيدروس دائما مستفزة وتجعل الناس حتى يسرعون لمقاطعة صاحبها، لأنها مليئة بالمغالطات، وللأسف الشديد هم إقصائيون حتى في وسائل إعلامهم، حتى في عدد من وسائل التي يشرفون عليها. يعني هم الآن يشاركون في هذه القنوات، في قنواتهم ربما لا يجعلون أحد يعلق بالرأي الآخر.
يقول سوف نحارب الإرهاب في حضرموت، وهو لم يلقي القبض على شخص واحد قام بعملية إرهابية في عدن. كل العمليات في عدن تسجل ضد مجهول وتتكرر مرة بعد مرة، فمن لم يقضي على الإرهاب في عدن هل سيقضي عليه في حضرموت؟ الخطاب الإقصائي أيضا من جهة ادعاء تمثيل الجنوب أنه هو الممثل للجنوب، إذن أين المعارضون؟ أين من لا يرضون بكم؟ بل إن من يعني ينبري أكثر في مشروع تفتيت اليمن من الجنوبيين ربما لا يؤيد حتى خطاب عيدروس الزبيدي. فدع عنك الذين يرضون بحلول أخرى للقضية الجنوبية، إذن عليهم أن لا يمارسوا الإقصاء بالكلام، والآن لا يمارسوا الإقصاء بهذا التهديد المسلح. وإن كنت حقيقة يعني أعلق على نقطة مهمة أشعر أنها يعني هناك في مواقع التواصل الاجتماعي حديث ضد المملكة العربية السعودية من قبل أنصار الانتقالي، وحديث بالإساءة إلى السفيرة السعودية في اليمن، وحديث بالإساءة ربما للقيادة السعودية. فهل الآن ما قاله عيدروس الزبيدي محاولة للإساءة للسعودية حتى وإن تحدث وخلفه العلم السعودي؟ لأن السعودية واضح أنها لا تقبل أن تكون حضرموت يعني ميدانا لتحركات مجلس عيدروس. لما رفضوا أن ينعقد مجلس النواب في سيئون، السعودية حمت هذا المجلس أن يعقد في سيئون، وأتت قوات مسلحة إلى المنطقة العسكرية الأولى من أجل حماية حضرموت من أي محاولات لإقلاق أمن السكان. فهل هذا التهديد هو تهديد للسعودية وليس تهديد للشرعية؟ هنا السؤال. نعم سأسألك عند هذه النقطة، يعني خاصة موقف الرياض مما يحدث، لكن اسمح لنا أن ينضم معنا جمعان بن سعد الكاتب والناشط السياسي من سيئون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ جمعان. أهلا بك، ما هو تعليقك على التعبئة التي أعلنها عيدروس الزبيدي بالأمس من خلال اجتماعهم والحديث عن تحرير حضرموت من الإرهاب والاحتلال؟ تحية لك أختي فاضلة ولضيوفك الكرام. طبعا هذه الدعوة يسبب فيها دول الحكمة الدائلة أن الشر البلية فيما يضحك، يعني تحرير من من؟ إذا كان عيدروس الزبيدي يصرح أنه يعمل تحت غطاء شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي، فهذه المنطقة الأولى معينة من دائد المنطقة إلى أركانها إلى عمليات المنطقة العسكرية الأولى كلها معينة من بقرارات من رئيس الجمهورية. فإذا كنت يا عيدروس الزبيدي يعني تعمل تحت شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي عينك يوما ما محافظ على محافظة عدن، فهو من وضع هذه القيادات العسكرية في وادي وصحراء حضرموت. إذا فإما أن تأخذ الشرعية بشكل كامل أو أن تتركها بشكل كامل. نعم، إذا ما مدى يعني هل أو لو تساءلنا عن الحاضنة الشعبية للمجلس الانتقالي في حضرموت، كيف يمكن الحديث عنها أستاذ جمعان؟ طبعا الحديث عن الحاضنة الشعبية هناك خلط يحصل فيه. هناك مظلمة حصلت للمحافظات الجنوبية يعني بسبب مراحل سابقة وبسبب يعني عاد تهميش وما إلى ذلك. المجلس الانتقالي يدخل على الخط، يقوم بدور الحراك الجنوبي السابق بعد أن أقصى كل القيادات الفاعلة في الحراك الجنوبي من المؤسس إلى الأمين العام رحمة الله عليه إلى كل القيادات النافذة في الحراك التي كانت تتبنى القضية الجنوبية كقضية حبوبية. ذهبت يعني هذه القيادات كلها مع الشرعية واستولى المجلس الانتقالي على بعض، لن أقول كله ولكن على بعض الجماهير الموجودة، ويقوم بعملية يعني إذكاء هذه جذوة النضال والحراك الثوري في نفوس الجماهير بخطابات من باب اربطوا الأحزمة، سنحرر الوادي، سنفعل كذا في عدن أو في المخلة أو في غيرها. يعني هذا الخطاب يستهوي بعض الناس في محافظة حضرموت بشكل خاص وحتى في باقي المحافظات الجنوبية، لكن أنا أقول أن هذه الأصوات بدأت يعني تخفض، عدد المناصرين بدأ يقل خاصة بعد هذه التلميح بهذه المغامرة يعني التي ذكرها عيدروس من باب تحرير وادي حضرموت من العناصر الإرهابية. الناس بدأت تخاف من هذه المغامرات، لا تريد أن يعني تكون هذه المنطقة التي تعتبر هي الآن الجزيرة الباقية
المحافظة على الأمن والسكينة، و يعني بوادي الدولة، بوادي الجمهورية اليمنية لا زالت موجودة فيها وتحتضن كل النازحين من محافظة تعز، من محافظة عدن، من أبيان، من كل محافظات الجمهورية، متواجدون الآن في فيئون وفي تريم وفي قطن. هذه الواحة لا يريد لها الناس أن تكون حلبة صراع، طالما وأنها ليست فاعلة، هي ليست العاصمة فيئون ولا قطن ولا تريم، العاصمة إما تكون عدن أو صنعاء. فالناس في غالب الرأي العام الغالب أن يعني انهوا صراعكم في اماكن اخرى طالما ان عدن مفتوحه، اذا كان هناك مغامرات فهي خلاص يعني يفضل ان تكون مغامرتكم في عدن. حرروا عدن من الارهاب، حرروها من مليك الائمه، الى الان واصل الردم الى 83 او 84 امام مسجد وخطيب، حرروها من القوات الموجوده وقوات طارق عفاف، وان كنا لا نريد هذه النبره ان تظهر في وسائل الاعلام، يعني كل مهما كان هو طارق هو مواطن يمني ولكن الان في الصفوف الشرعيه وان لم يعلن ولاءه لها، لكننا نريد وحده الصف ضد المشروع الحوثي. هذه الخطابات وهذه الدعوات تشد الصف ولا تخدم الا المشروع الحوثي فقط. والان بدات الشكوك تزيد ان هناك عمليه تخادم فيما بين الحوثي والانتقالي، وان كنت انا ارضى بالانتقالي ان يكون بهذا المستوى، ان يقوم بعمليه التخادم وان كان بعلم او بدون علم. هذه المشاريع وهذه الفوضى التي يريد ان ينشرها لن تقبل الا الحوثي فقط. نحن هنا في حضرموت ندعو الى السلام ونريد ان تبقى هذه المنطقه منطقه امنه مسالمه. وهذا ما نرجوه لحضرموت وابنائها. شكرا جزيلا لك جمعان بن سعد الكاتب والناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من سيئون. عودة إليك أستاذ أكرم. أستاذ أكرم، ما هو تعليقك على صمت الشرعية التي لم يعني تتخذ أي تعليق حول ما حدث وكأنها تنتظر وقوع الفأس في الرأس كما حدث في 2014؟ والله نعم، موقف الشرعية هو الصراحة موقف سلبي وموقف ضعيف جدا، وموقف لا يرتقي التعامل يعني كحكومة شرعية لا يرتقي لهذا المستوى، بأن تتعامل بهذا المستوى الضعيف جدا والغير منطقي. وأنا أرى برأيي الشخصي أن هذا هو سبب تمادي يعني أدوات الإمارات في تفجير الصراعات في المناطق المحررة وتفجير الأوضاع، فموقفهم سلبي ضعيف جدا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أكرم القعيطي، كنت معنا عبر سكايب من كندا. عودة إليك أيضا أستاذ صلاح. أخيرا كنا نتحدث عن موقف الرياض، برأيك يعني أين هي من هذا المشهد؟ يعني الرياض يبدو أنها تتابع وتراقب ما يحدث وتسجل هذه الملاحظات وتحاول أن تتصرف من ناحية فعل ما هو الأصلح للشرعية فقط هكذا، لكن مبادرات الأدوات في الأرض يعني هي تقضم أيضا من سيادة ومن يعني هيمنة مثلا الرياض إن صح التعبير على المشهد اليمني. يعني في النهاية اليمن هي جارة السعودية، السعودية يعني تعاني كثيرا من أي اضطراب في اليمن، الإمارات هي بعيدة عن اليمن ولذلك لا تتأثر ربما بشكل حدودي، لذلك خطورة ما يحدث في اليمن يستدعي حقيقة وقفة قوية سواء من الحكومة الشرعية اليمنية أو من الرياض التي كانت هي أول من استجاب لطلب الرئيس هادي القيام بهذه الحملة العسكرية لإعادة الشرعية. لكن على كل حال تعقيبا على ما قيل قبل قليل بشأن سعي المجلس الانتقالي لتمثيل الجنوب، يعني أنا سمعت أن الأستاذ جمعان يقول أنه ربما يتخادمون مع الحوثيين، أنا ربما أذهب إلى أمر أبعد من ذلك، وبما أن الأمور فوضى وعبثية فدعونا نسبح في الخيال. هل كانت العمليات في الضالع قبل أيام هي مجرد يعني تحريك عسكري من أجل إظهار أن المجلس الانتقالي يقوم بعمليات عسكرية ويحمي الجنوب ثم يذهب إلى حضرموت؟ هل كانت حضرموت هي الجائزة لمثل هذه العمليات وسفك الدماء في الضالع؟ هنا سؤال كبير ويحتاج إلى سؤال، وطالما أن المسؤولين اليمنيين لا يجاوبون فعلى كل المواطنين أن يفكروا. نعم، ويسرحوا بخيالهم. إذن شكراً جزيلاً لك صلاح بابقي الإعلامي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء. شكرا اليمني. أشكر لكم أيضاً مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.